بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم يا حبايبي، عاملين إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وفي خير حال. النهاردة أنا جايبة وصفة سهلة لكل عشاق القهوة، وإن شاء الله هيجربوا القهوة بتاعتي النهاردة، وإن شاء الله هيدعوا لي إيه لما يدوقوها ويجربوها. ومعايا النهاردة ضيف يا جماعة عزيز عليا في الحلقة، وهو اللي هينفذ لكم الوصفة دي. ضيفي هو الحاج عصام، ويا جماعة عايزة أقول لكم إن اللي ما شربش القهوة من إيد الحاج عصام ما شربش فنجان قهوة أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لذوقك حاجة فاطمة. الله يخليك، و كل ذوق في كل حاجة بصراحة. الله يكرمك، قناتك ممتازة. الله يخليك، شكرا. بالنسبة لعشاق القهوة، في الكنكة الاستانلس وفي الكنكة الفخام. طبعا اللي بيحب القهوة بيشرب في الكنكة، متعود على الكنكة الاستانلس، بس لما هيجرب الكنكة الفخار دي مش هيشرب القهوة اللي في الكنكة الفخار. هنبدأ الأول بالقهوة اللي على الريحة. القهوة اللي على الريحة ربع معلقة سكر، معلقتين قهوة مليانين، مع الفنجان بتاعنا فخار برضو بيتملى. وأفضل حاجة بالنسبة للقهوة تكون المية ساعة طالعة من التلاجة، عشان تاخد وقت على ما ايه تجود، فيبقى طعم البني يبان في الميه. وكمان الكنكه الفخار دي حتى عبال ما السخونيه توصل لها بتاخد وقت، فالقهوه بتستوي على راحتها. نقلب كويس. بنحطها على نار هاديه. نار هادية. ماشي، بنحطها على نار هادية. بسم الله. ايه؟ على فكرة يا جماعة، الحاج عصام دوت اخويا، وانا كل ما باجي عنده كده هوت بحب اشرب فنجان القهوة من ايده، عشان كده انا حبيت ان هو يعني ايه اترجيت ان هو يصور لكم إيه سر صناعة القهوة الجميلة دي، عشان كده يعني هو ربنا يكرمه وافق ان هو يطلع معايا في الحلقة دي. ده شرف لي والله. الله يخليك. لا والله ده هو انا تعبتك معايا النهارده، كتر خيرك. الله يعزك. ايه اجي يا جماعه القهوه على النار قد ما نقدر، ثم هي على النار بنقلبها تقليبتين. يعني احنا ايه، انا اصلا كنت يعني بفتكر ان الواحد لما بيقلب القهوه على النار ان الوش مش بيطلع كويس، لكن طلع ان هي تتقلب عادي وبيطلع لها وش. طيب يا جماعه، دي برده ايه معلومه ايه نكون واخدين بالنا منها، ان احنا لو قلبناها يعني بعد ما حطناها على النار كده بشويه مش هيأثر في الوش. طبعا احنا ايه هنشوفها كلها مع بعض كده على الهواء. وادينهم المقادير حضرتك. بالنسبه للقهوه اللي على الريحه، ربع معلقه شاي، ربع معلقه صغيره، ايوه سكر صغيره، ومعلقتين قهوه مليانين على فنجان ميه، والميه الافضل تكون ساقعه طالعه من الثلاجه ان شاء الله. ادي يا جماعه اهيت القهوه، اهيت بدات ايه اهي اهي زي ما احنا شايفينها. اهي يا جماعه لسه شويه، نقلبها كمان اهي. وديها ايه، خلاص اهي الوش خلاص حتى قبل ما تغلي بحاجه بسيطه بنديها تقليبه تاني. يعني احنا كده عطيناها تقليبتين وهي ايه على النار قبل ما ايه ما خلاص نشيلها. انا اتمنى ان هي ايه تبقى واضحه اهي اهي. شايفين يا جماعه؟ تمام، هي كويسة. اهي يا جماعة، اهي بدأت ايه هتغلي.
طبعا احنا عارفين ان القهوه مش بتغلي، هي عشان خاطر نحافظ ايه على الوش. اهي شايفين، بصوا اهي اهي، تمام اهي اهي، ايه ونصبها بسم الله. اهي شايفين، بسم الله ما شاء الله، وش تحفه اهي. وكمان يا جماعه ثقوا، طعمها تحفه فعلا. الريحه ان شاء الله بالنسبه للقهوه المظبوط، القهوه المظبوط، معلقتين بن مليانين مع فنجان ميه مع معلقه او معلقه الا ربع سكر. ده بالنسبه للمظبوط. بالنسبه للزياده بقى برضو معلقتين بن مليانين مع فنجان ميه، والسكر بقى زياده حسب، لو عايز زياده قوي يبقى معلقتين، لو مظبوطه هي اهم حاجه عندنا ان احنا نظبطهم مقدار البن. وهما شافوا الطريقه، وكل واحد بقى بيحط السكر حسب الرغبه. ولو كراميل بقى معلقتين ونص، لو قهوه كراميل معلقتين ونص. تمام يا جماعه، ارجوكم ان تجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا القهوه دي. وانا بشكرك يا حبيبتي، الله يخليك، واحنا بنشكرك جدا تحتك. الله يخليك، بشكرك وربنا يوفقك، واتمنى لك كل خير. شكرا. ان شاء الله تجيبي اكبر نسبه مشاهدات. الله يخليك. الله يخليك، شكرا. ده بفضل يعني دعواتكم بصراحه، وبفضل مساندتكم ليا، وبفضل دعمكم. ويا جماعه ان كانت عجبتكم الطريقه ديت ان شاء الله اعملوها الاول وشوفوا، وايه وابعتوا لي في تعليقاتكم. وعايزه اقول لكم، اختم واقول لكم ايه، ان فنجان القهوه التمام من ايدين الحاج عصام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.